الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على ابن سوريا. الاشخاص اللي شافوا المقطع السابق يعرفون انه ابن سوريا تقريبا نقدر نقول سب كل اليوتيوبر السوريين. خلينا ندخل على اخر مقطع نزله وننزل بيه على التعليقات، راح نشوف انه كل التعليقات انقلبت بالانجليزي، واللي كاتبين عليها جيش نورمار واللي كاتبين عليها جيش محمد جواني لان هو سبهم. وطبعا محمد جواني رد عليه بمقطع ولكنه حذفه، وبعدها نزل ستوريات يوضح انه ليش هو حذف هذا الفيديو، بسبب انه كان لابس تيشيرت بي كان عليه علامه الصليب. لكن بنفس الوقت قال انه راح ينزل مقطع ثاني ويرد بيه على ابن سوريا وراح ينزل على القناه الثانيه. فاكتبوا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل يستحق التهجم اللي تعرض له ابن سوريا او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمار والمفاجآت مال الفريق مالته. نور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي بالبدايه عشان يشكر بيه المتابعين على وصول اغنيته لل 50 مليون مشاهده. طبعا ان شاء الله الف مبروك، وبعدها حمس المتابعين انه بالايام القادمه راح يكون اكو اشياء نار، واللي منهم اكيد اغنيته راح تكون راح تنزل بهذه السنه، راح احط لكم الستوري. الله يبارك الله انا وابو النوار اسمه، بتفاجئ انه الغنيه وصلت 50 مليون مشاهده، واو بظرف شهرين. شكرا كثير، ان شاء الله ال 100 كمان. ما توقعت انه توصل 50 مليون ظرف شهرين، شكرا كثير وان شاء الله القادم اوى بوعدكم بهالشيء. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو انور مار، فانور نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات كان يعلم بها انه اليوم راح ينزل مقطع على الساعة بالاربعة، واللي راح تنزل على قناة انور. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات ايش قد انتم متحمسين لهذا المقطع. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة بيسان اسماعيل والغاها الاسم خسرتي حالك من التعليقات اللي عدها. طبعا ما يعرف شو الموضوع، فجوان نزل اغنيته الجديدة بعنوان خسرتي حالك اللي كان يدس بها بيسان، فهو من المتابعين صاروا يتهجمون على بيسان اسماعيل ويكتبوا لها على اخر مقطع نزلته خسرتي حالك، فبيسان قررت انه تلغي هذا التعليق من عدها. اما بالنسبة للدليل لو ندخل على اخر مقطع نزلته وننزل بيه على التعليقات ونكتب كلمة خسرتي حالك، بعد نروح على كلمة لاحدث اولا عمودها في التعليق وتعليق الاشخاص اللي علقوا ورايا، بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما نغير الحساب وننزل بيه على التعليقات وروح على كلمة لاحدث اولا راح نشوف انه تعليقي ما ظهر وانما تعليق الاشخاص الثانيين ظاهر. فما ادري الصراحة، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم حركة بيسان بالغاها اسم جواني واسم خسرتي حالك. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على عصابة بدر بسبب اخفاهم لاسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدهم. فاللي شاف هذا المقطع اللي كشفت بهذه الحقيقه فتعرضوا للتهجم انهم ليش خافين اسم نارين بيوتي من التعليقات، خاصه انه ما اتوقع انه بيناتهم مشاكل ولكن يمكن اكو مشاكل واحنا ما نعرفها. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله، فانس واصاله نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات، فبيسان نزلت هذه الستوريات اللي تبوعنا بالروتين مالتها، بالبدايه تقوم بعدها تروح تسوي حليب للولد، بعدها ختمت بهذا الستوري اللي تقول بيسوي الملابس مال تيته. اما بالنسبه لانس فنزل هذا الستوري اللي كان بيه اول صوره لميلا واخوها يطقوها يعني، واخر شيء ختم هذا الستوري اللي كان بيه البيبي الجديد نايم بحضنه. بس والله يا حبايب طبعا قبل ما ننهي المقطع اتمنى من الكل يحط لايك يا حبايب لانه اللايكات شويه نازله باخر فتره في المقاله ما جات تنتشر، فاتمنى الكل يحط لايك. بس كان فايز ما اخذت منك القصص، مع السلامه.